الثدي لان ابنتي تعاني من انه صغير جدا وزواجها قريب. احنا اتكلمنا مع بعض قبل كده على تصغير الثدي، قصدي تكبير الثدي عذرا، وقلنا قبل كده ان الوصفه الوحيده اللي احنا يعني لقينا ليها صدى بسيط هي زيت الحلبه، يستخدم تدليك على الثدي بعد الاستحمام بماء ساخن لمده ربع ساعه. بنعمل تدليك من اسفل الى اعلى للثدي بزيت الحلبه بعد الحمام لمده ربع ساعه، ده يوميا مساء نبتدي ان احنا نعمله يوميا مع الاستمرار ان شاء الله هنجد نتيجه طيبه.